قبل ما نتعرض لمحاضر مجلس الإدارة، مهم جدا نتكلم عن مصر وإزاي كان حالها في الوقت ده في مطلع القرن العشرين، يعني سنة 1900، لأن تأسيس الأهلي ارتبط بحال مصر في الوقت ده. زي ما كلنا عارفين أنه في مطلع القرن العشرين كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني من عام 1882، وكان عدد سكان مصر تقريبا حوالي 11 مليون، وعدد سكان القاهرة كان أقل من 700 ألف، وكانت القاهرة هي عاصمة النور في الشرق، بتجذب كل الأجانب اللي وصل عددهم لحوالي 30 ألف شخص. مصر في الوقت ده كانت بلد متعدد الثقافات، بيمر عليها كل الجنسيات، عربية وأوروبية وأفريقية، فيه اللي بيجي من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان، واللي راح يحج. الحجاج في الوقت ده كانوا بيسافروا إما مشي على الأقدام أو على راحلة زي الجمل كده، وفي كل مدينة كانوا بيعدوا عليها كانوا بيستريحوا. ناس كتير قوي منهم كانوا بيستقروا في مصر وهم راجعين بعد أداء فريضة الحج، وده ليه؟ لجمال مصر وحلاوتها وحلاوة أهلها. في الوقت نفسه كان في شوام كتير قوي جم مصر، زي مثلا حبيب باشا السكاكيني صاحب قصر السكاكيني المشهور، والأخوين سليم وسمعان صدناوي، وفي الصحافة والفن والأدب والفكر كان في عبد الرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا، والأخوين سليم وبشارة تقلة اللي أسسوا صحيفة الأهرام، وكان في جورج سيدان اللي أسس دار الهلال، وخليل مطران ونجيب الريحاني وبديع مصابني وآسيا داغر وخيرهم كتير وكتير. كمان كان في طلاينة وجريك اللي هم اليونانيين، كانوا في اسكندرية وبورسعيد. في اسكندرية بحكم التجارة المستمرة مع إيطاليا واليونان، وفي بورسعيد بعد افتتاح قناة السويس، وكانوا بيشتغلوا كمرشدين للسفن وتقديم خدمات لوجستية زي الصيانة وتموين السفن باحتياجاتها. وما ننساش إنه كان في برضو بقايا للمماليك اللي كانوا إما شراكسة أو أرمن، وكمان تراكوة وألبان، جم مع محمد علي في مطلع القرن ال19. الخلفة دي كانت بداية نهضة حديثة في مختلف المجالات، وكانت علاقتهم متداخلة جدا معانا كمصريين، وشوية شوية تقدر تقول إنهم أصبحوا مصريين، نقلوا كل حياتهم في مصر، وجو مصر ومناخ مصر وأهل مصر فجروا عندهم ملكة الإبداع. فبرغم الاحتلال الإنجليزي، مصر كانت دولة بتملك اقتصاد معقول بيقوم على زراعة القطن وتصديره، وكان البصل هو المحصول الثاني اللي بتعتمد عليه مصر في التصدير، وكانت الصناعة يعني أمر ثانوي. يعني سنة 1902 كان حجم رأس مال الشركات المساهمة اللي بتشتغل في مصر حوالي 45 مليون جنيه، وده كان مبلغ ضخم جدا بمقاييس الوقت ده، لكن ما كانش بيتجاوز نصيب الصناعة منه إلا 4 مليون جنيه، 4 مليون من 45 مليون. وكانت أهم الصناعات المصرية في الفترة دي الطرابيش والسجاير وغزل القطن وتقطير السكر. الصناعات دي كلها كانت موجودة لكن على استحياء. عشان كده وتقريبا من سنة 1900 ونتيجة لوجود الإنجليز في مصر، بدأ رجال أعمال أوروبيين يوجهوا أنظارهم لمصر. ليه؟ على المستوى الصناعي أرض بكر واقتصادها قوي ومعقول، لكن المشاريع قليلة. وجود احتلال إنجليزي كان بيضمن رؤوس أموال الأوروبيين، عشان كده كان الاستثمار في مصر فرصة عظيمة قوي للمستثمرين. وخلال 5 سنوات اتأسست 119 شركة برأس مال أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة. اللي بيحصل ده نبه الوطنيين المصريين
سواء كانوا سياسيين أو رجال اقتصاد. ومن هنا بدأ رجالات مصر المخلصين التفكير في دخول مجال الصناعة وكمان مجال العمل المدني بقوة. منهم اللي بدأ في تأسيس شركات للغزل والنسيج والجامعات الزراعية والنقابات وتأسيس جمعيات لرعاية الأطفال، وتم تأسيس الجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي، وتأسست المدارس العامة، وبدأت خطوات تأسيس بنك مصر وشركات مصرية للمحاجر والملاحة والزجاج والسياحة والطيران، وبدأت نهضة مصرية كبيرة. كانت مصر تحت حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، ومشاعر الغضب مالية صدور المصريين بسبب الاحتلال البريطاني. في الوقت ده بدأت الحركة الوطنية مع مصطفى كامل، وكانت خطب الزعيم بتلهب المشاعر، لا سيما بعد حادث تنشواي عام 1906. وكان مصطفى كامل بيوجه خطبه أغلب الأحيان لطلبة المدارس العليا، بيحثهم ويخاطبهم على مقاومة الإنجليز. مصطفى كامل كان شايفهم ذخيرة الحركة الوطنية حاضراً ومستقبلاً. وفكر مصطفى كامل ورفاقه رجال الحزب الوطني في كيفية استثمار ورعاية الطلبة، وأجمعوا على إن الحل هو إنشاء نادي للمدارس العليا بيجمع كل الطلبة دي في اتجاه تحقيق هدف واحد. بدأ التفكير في إنشاء النادي في أكتوبر سنة 1905، وتشكلت لجنة تأسيسية، وبدأت اللجنة في الاكتتاب لتوفير راس مال بناء النادي، وقامت جريدة اللواء بنشر الفكرة وتأييدها ودعمها، وأقيمت حفلات لجمع المال اللازم لتأسيسه. اجتمعت أول جمعية تأسيسية لنادي طلبة المدارس العليا يوم الجمعة 8 ديسمبر سنة 1905 بإحدى قاعات مدرسة الطب. ليه؟ لانتخاب مجلس إدارة النادي. وأسفرت عملية الانتخاب عن اختيار عمر بيك لطفي رئيساً للنادي، وكان من أقرب أصدقاء مصطفى كامل، وانتخب كمان 2 أعضاء من خريجي كل مدرسة عليا. وكان مقر نادي المدارس العليا بالمنزل رقم 4 بشارع قصر النيل، قريب من فندق صفواي القديم، وافتتح يوم الخميس 5 أبريل سنة 1906. وطبعاً ألقى عمر بيك لطفي خطاب الافتتاح، وأعقبه وزير المدارس.